بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان، قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، لا أملك غير هذه، وأشار إلى رقبته هو. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وما أوقعني في ذلك إلا الصيام، كيف أستطيع صوم شهرين متتابعين؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. جلس الرجل عنده ينتظر، فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني زنبيل فيه تمر صدقة، فقال: خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. قال: أطعمه أهلك، خذه وأطعمه أهلك. هذا هو الدليل على
وجوب كفارة الجماع في نهار رمضان ومقدارها وأنها على الترتيب. نعم. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا. نعم. ومن جامع في نهار رمضان. في نهار رمضان، أما في الليل يباح. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إنما جماع في النهار وهو صائم. نعم. في قبل أو دبر، يعني في الفرج، الجماع في الفرج، هذه التفاصيل ما لها داعي، المهم أنه جماع في الفرج بشهوة، هذا يبطل الصيام. نعم. ولو لميت، يعني ولو جامع امرأة ميتة في فرجها عليه الكفارة. نعم. أو بهيمة، يعني هذا لعموم الدليل، لعموم الدليل يعم كل هذه الأمور. نعم. أو بهيمة، أو كان الفرج فرج بهيمة، يعني إذا جامع بهيمة، ويحصل هذا من بعض الناس، يحصل يجامع البهيمة لأنه كله جماع فيدخل في العموم. نعم. في حالة يلزمه فيها الإمساك، في حالة يلزمه فيها الإمساك، أما إذا كان معذورا مسافرا مثلا أو أفطر لمرض ثم جامع في نهار رمضان هذا لا شيء عليه، لأنه لا يلزمه الإمساك. المريض له أن يفطر، والمسافر له أن يفطر، فإذا جامع من له عذر في الإفطار حتى ولو كان صائما، لو كان، لأن الصيام لا يلزمه في السفر ولا في المرض، لكنه صام حصل منه جماع، هذا ليس عليه كفارة لأنه في حالة عذر. نعم. مكرها كان أو ناسيا، يعني مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل، قال له: هل أنت ناسي أو متعمد؟ ما استفصل منه، أو قال: هل أنت مختارا أو مكرها؟ لم يستفصل منه، فالحديث عام. نعم. لزمه القضاء والكفارة، لزمه ثلاثة أشياء: أولا التوبة إلى الله عز وجل، ثانيا يلزمه قضاء هذا اليوم لأنه أفسده، ثالثا الكفارة. نعم. وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس. أما المرأة المجامعة إن كانت عالمة بالحكم أنه لا يجوز، وأيضا موافقة لم تمانع، مختارة لم يكرهها زوجها، فإنها يجب عليها الكفارة أيضا، يجب عليها الكفارة. نعم. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، لأن الله قال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة مؤمنة. لا يجوز اعتاق الذمية أو الكافرة. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا لم يجد الرقبة لا يملكها ولا يجد قيمتها، إنه ينتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين 60 يوما متتابعة من بدايتها إلى نهايتها، لا يفطر بينها، لا يفطر بينها من غير عذر، لا يفطر بينها من غير عذر، إن أفطر بينها من غير عذر انقطع التتابع وبطل الصيام، يبدأ من جديد. أما إن كان له عذر في الإفطار مثل مسافر، مثل مسافر ولا مريض، وقطع التتابع
أو المرأة حاضت هذا عذر شرعي، هذا لا يقطع التتابع، إذا زال العذر يواصل البقية يتم الشهرين. نعم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإن لم يستطع الصيام يعني ما يقدر على الصيام، هم معناه ما يستطيع الصيام لأنه يشق عليه ولا لأنه لا، ما يستطيع أن يصوم، ما هو يثقل عليه الصيام أو يكلفه الصيام، هذا ما هو بعذر. فإذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. نعم. فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات. إذا لم يجد هذه الأمور الثلاثة، ما وجد رقبة، ما يستطيع الصيام، ما يستطيع الإطعام، فهل تبقى في ذمته أو تسقط عنه؟ على قولين، مذهب أنه تسقط عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن الرجل، قال أطعمه أهلك، ولم يقل له تكفر بعدين، دل على أنها سقطت عنه، ما أمره بأن إذا وجد واستطاع ما أمره أن يخرجها، دل على أنها تسقط بالعجز. نعم. وقيل تبقى في ذمته إذا استطاع يعملها. نعم. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. نعم، هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع في رمضان، أما غيرها من المفطرات فلا تجب فيها كفارة، إنما يجب القضاء، قضاء اليوم مع التوبة إلى الله. الجماع بالمساحقة بين النساء، مساحقة بين النساء، لأن بعضهن يحصل منه هذا مساحق سحاق، خصوصا في آخر الزمان يكثر السحاق بين النساء، لأن ما عندنا زواج، ما الزواج تعذر أو الزواج تأخر ولا تزوجت وهي فيها شهوة، ربما بعضهن يكتفي ببعض بالمساحقة ويحصل منها إنزال أيضا، هذا مثل الجماع بين الرجل والمرأة، كله نوع واحد، يجب عليها الكفارة. إذا حصل هذا منها في نهار رمضان وجبت عليها كفارة الجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. انتهينا من كفارة الجماع في نهار رمضان، وأنها خاصة بالجماع فقط دون غيرها من المفطرات. انتقل إلى بيان حكم القضاء، من كان عليه قضاء من رمضان أفطر لعذر أو متعمدا يجب عليه القضاء. فالمؤلف يريد أن يبين أحكام القضاء، نعم، ما يجب على الذي يقضي في رمضان، يقضي من رمضان. نعم. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، من فاته كل الشهر ما صام لعذر، مثلا لعذر ما تمكن من الصيام، أما لأنه ما درى عن الشهر مسجون وإلا له عذر، ما علم عن دخول شهر رمضان حتى انتهى، ما يسقط عنه الشهر، يجب عليه قضاؤه. نعم. ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. القضاء موسع بعد رمضان، موسع له كل ما بين الرمضانين، متى شاء أن يقضي،
لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما بقي على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء قبل أن يدخل رمضان الجديد. فالقضاء من رمضان يجمع بين السعة وبين الضيق. السعة إذا كان بينه وبين رمضان القادم مدة كثيرة واسع متى ما شاء قضى، والضيق إذا ما بقي على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه القضاء. نعم. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا. لا يتطوع قبله، قلنا الوقت موسع متى ما شاء قضى الأيام التي عليه ما لم يضق الوقت، لكن ما يتطوع بالصيام يقول بصوم يوم الاثنين يوم الخميس أبصوم أيام البيض، نقول لا، أد الواجب عليك أول. ما يتطوع بصيام أيام حتى يقضي ما عليه من رمضان. نعم. أعد. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. نعم. حتى يقضي رمضان. نعم. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. نعم، إذا صام صوما واجبا إما قضاء وإما كفارة وإما نذر بدأه ثم أراد أن يحوله إلى تطوع يجوز هذا، والعكس لا يجوز. لو صام تطوعا ثم أراد أن يقلبه إلى فرض بغير النية في النهار لم يجوز هذا. نعم. وإن ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، هذه مسألة عرفنا. فإن نوى هذه مسألة ثانية. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. إذا نوى صوما واجبا إما قضاء وإما نذر وإما كفارة ثم أراد أن حوله إلى نافلة صوم نافلة يجوز هذا لأنه حوله إلى أدنى، أما إذا أراد أن يحوله إلى أعلى فلا يصح. نعم. ويسن صوم التطوع. صوم التطوع قضى من الواجب، صوم التطوع مشروع لأنه يكمل به الفرض يوم القيامة، مثل كل فريضة شرع الله تطوعا من جنسها، صلاة لها تطوع، الصيام له تطوع، الزكاة صدقة لها تطوع، وكل فرض فريضة شرع الله بعدها تطوعا من جنسها زيادة في الخير. ولأنه لو حصل خلل في الفرض نقص يكمل من النافلة يوم القيامة، فالعبد بحاجة إلى التطوع، بحاجة إلى التطوع بالعبادات. نعم. أعد. ويسن صوم التطوع. يسن صوم التطوع هذا بالإجماع أن الصيام التطوع سنة، أفضله أن يصوم يوما ويفطر يوما طول السنة، يصوم يوم ويفطر يوم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل شيء من صوم التطوع. نعم. ويسن صوم أيام البيض. بعد صوم يوم وإفطار يوم يسن صيام أيام البيض، وهي
اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. سميت أيام البيض لأن القمر يظهر فيها من أول الليل إلى آخره، تبيض بالقمر، هذه الثلاثة تبيض بالقمر، سميت أيام البيض. وإن صام ثلاثة الأيام غير البيض في غير أيام البيض، صامها من أول الشهر، صامها من وسطه، صامها من آخره، صامها متتابعة، صامها متفرقة، لا بأس، كل هذا جيد. إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر على أي صفة فقد حصل على الأجر وأدى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة ألا يدع الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فاليوم عن عشرة أيام والشهر ثلاثون يوما، فكأنه صام الشهر كله في الفضل والأجر. نعم. ويسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15. نعم. وصوم الخميس والاثنين. ثالثا يسن صيام الخميس الاثنين والخميس من كل أسبوع، خلصنا مما يصام من الشهر ثلاثة أيام، ما يصام من الأسبوع الاثنين والخميس، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فيستحب للمسلم أن يكون صائما في هذين اليومين ليعرض عمله على الله وهو صائم. نعم. وستة من شوال. نعم. ثالثا ستة أيام من شوال، يستحب أن يصوم ستة أيام من شوال بعد ما يصوم رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان عن عشرة أشهر وستة أيام عن شهرين والسنة 12 شهرا، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر، يعني السنة. نعم. قال وسن صوم المحرم. رابعا سن صيام المحرم، يعني شهر محرم أغلبه، ما هو بيكمله كله لكن يصوم أغلب شهر محرم، لأنه أضافه الله إلى نفسه، شهر الله المحرم، سمي المحرم لأنه أحد الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، وهي ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، هذه ثلاثة، والرابع رجب، شهر رجب، هذه حرم الله فيها القتال، واختلف العلماء هل نسخ ذلك قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وعموم الأدلة في القتال، قتال الكفار، كان ذلك ناسخا تحريم القتال في الأشهر الحرم، وأنها كانت في الأول، كانت في الأول ثم نسخت، وقيل لا إنها باقية، لا يجوز فيها القتال لا في الإسلام ولا قبل الإسلام. نعم. وآكده عاشوراء. شهر محرم إذا صامه كله أو أغلبه فهو أفضل، وأفضله يوم عاشوراء، يوم عاشوراء كفر الله به السنة الماضية، ويسن أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما ليخالف اليهود
لأن اليهود يصومون يوم عاشوراء. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصومونه؟ قالوا لأنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، فنحن نصومه. قال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لأن الله قال لرسوله أولئك الذين هدى الله، يعني الرسل، فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لكنه ليس بواجب، إنما هو سنة مؤكدة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله، ولئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر، مخالفة لليهود، مخالفة لليهود. وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لكن رواية يوم قبله أصح من رواية يوم بعده. نعم. وهو كفارة سنة. نعم، يكفر سنة التي مضت، يعني ما فيها من الذنوب، ما فيها من الذنوب الصغائر، التكفير للصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، أما الصغائر فيكفرها الله بأشياء كثيرة. نعم، منها صوم يوم عاشوراء. نعم. وصوم عشر ذي الحجة. خامساً يسن صيام عشر ذي الحجة، قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة، المراد تسعة أيام، يعني يوم العيد وهو العاشر لا يصام، حرام صيامه، المراد صيام تسعة أيام من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة صيامها سنة، وهذه أيام فاضية، اذكروا الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة، يذكرون الله بأي أنواع من الطاعات، يذكرونه بالصيام، يذكرونه بالتكبير، يذكرونه بالتسبيح والتهليل، بالصدقات، واسع، يتطوع في عشر ذي الحجة بما تيسر له، وهي الأيام المعلومات. وأما قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فالمراد بها أيام التشريق، المراد بالمعدودات أيام التشريق، والمعلومات عشر ذي الحجة. نعم. وآكده يوم عرفة. آكد عشر ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج، يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم، يتقوى على الوقوف والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذا اليوم، وقف مفطرا، ولما أشكل على الصحابة هل الرسول صائم ولا لا، أتته أم الفضل ابن العباس رضي الله عنها بقدح من ماء، فناولته إياه وهو على الراحلة، وهو واقف بعرفة على الراحلة، فأخذه وشرب، فعلم الناس أنه مفطر في هذا اليوم. فلا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، إنما هذا خاص بغير الحاج. نعم. وهو كفارة سنتين. احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، هذا معنى ما جاء في الحديث، أنه يكفر سنتين الماضية والمستقبلة، هذا يدل على عظم فضل
صوم يوم عرفة لغير الحج. عرفنا الأيام التي يستحب صيامها، يبقى أن نعرف الأيام التي يكره صيامها من السنة. نعم. أسأل الله عليكم وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: من دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا، السؤال كيف وإنه لا يجوز، وأنه لا يجوز صوم النوافل قبل أن يقضي ما عليه من الفرض؟ إذا كان عليه فرض يقضيه، إذا لم يكن عليه قضاء يصوم تطوع. نعم، ما في تنافي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز إن كان على المرء كفارة جماع وهي صيام شهرين متتابعين أن ينوي مع القضاء صيام الاثنين والخميس؟ لا ينوي الكفارة أولا، إذا فرغ من الكفارة يصوم الاثنين والخميس وما شاء. نعم. أسأل الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين عدم صحة صيام التطوع على من عليه قضاء في رمضان وبين جواز تحويل النية من قضاء إلى نفل؟ بينهم فرق يا أخي، هذا بينهم فرق. تحويل يجوز، أما البداية أن تبدأ نفل قبل القضاء هذا لا يجوز، أما تحويل النية في أثناء العبادة فهذا جائز لحاجة أو لغرض، مثلا بدا له حاجة أن يحول يحول مثلا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في رمضان الذي مضى عطشت عطشا شديدا في أحد الأيام، فعزمت على الإفطار وقت الظهر، لكن لم أجد ماء لأنني كنت في مكان بعيد ليس فيه ماء، ولم أجد الماء إلا بعد صلاة العصر، فعزمت على إكمال ذلك اليوم ولم أفطر لقرب وقت المغرب، فهل علي قضاء لأني عزمت على الفطر؟ هذا عليه فيه تفصيل. إن كنت علقت النية، علقت نية الشرب على وجود الماء ولم تجده، فصيامك صحيح. أما إذا كنت لا أبفطر، أنا عازم أن أبفطر، ولكن تبين أن ما فيه ماء، فهذا يبطل صيامك لقطع النية دون تعليق ودون. أي نعم. وهذا سائل يقول: من أراد صيام شوال فهل يصومها وعليه قضاء من رمضان؟ صيام ست من شوال. من أراد صيام ست من شوال فهل يصومها وعليه قضاء من رمضان؟ هذا اللي قلنا وهذا اللي كررنا، نقول لا، الأولى أنه يبدأ بالقضاء، إبراء ذمته، ثم يصوم التطوع. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، دل على أن صيام ست من شوال بعد صيام رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أفطرت في رمضان الماضي بسبب الولادة، وكانت الدورة تتلاعب بي، تأتي وتنقطع وترجع وتعود وهكذا، استمرت على ذلك شهرين، ثم صمت 9 أيام وبقي 19 يوما، ثم حملت في الشهر الثالث ولم أقضي بسبب الحمل، فماذا علي؟ لأن رمضان سيدخل وأنا حامل ولم أكمل الصيام. تقضين بعد رمضان، يدخل رمضان وتصومين رمضان إن شاء الله، وبعد رمضان تصومين القضاء الذي لم تتمكني من قضائه قبل رمضان، أنت معذورة. نعم. وهذه سائلة تقول: ما حكم من بقيت لها أيام لم تقضها من رمضان السابق ودخل عليها رمضان بسبب تفريط منها، ماذا عليها؟ نعم، يجب عليها أمران، يجب عليها القضاء ويجب عليها الإطعام عن كل يوم مسكين، مقدار 1.5 كيلو عن كل يوم عن التأخير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يرجو توضيح أمر تناول الصائم لعلكة ليس فيها سكر وأنها لا تفطره. إيه؟ يقول يرجو توضيح أمر تناول الصائم للعلك الذي ليس فيه سكر وأنه لا يفطره، اللبان. العلك ما فيه تفصيل، يجوز
العلك القوي يجوز اللي ما يتحلل، أما العلك اللي يتحلل ويتسرب إلى الحلق هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل به مرض الصرع، فنصحه الطبيب ألا يصوم في شهر رمضان هذا لأن ذلك يزيده مرضا ويقضيه في أيام أخرى قصيرة، فماذا عليه؟ نعم، لا يصوم ما دام الطبيب نصحه أن الصيام يؤثر عليه، هو ما يصوم. الله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الأمة، رفع الحرج عن هذه الأمة، فلا يصوم ما دام الطبيب قرر أنه ما يناسبه الصيام في هذه السنة، إنه يؤجله ويقضيه إذا استطاع. ومعذور، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: كيف تصام الأيام البيض في شهر ذي الحجة؟ تصام في 13 و يعني بعد أيام التشريق، تصام بعد أيام التشريق، هي 3 أيام، ما هي بخاصة بالبيض، 3 أيام من الشهر تصومها، من أوله من وسطه من آخره تصومها مجتمعة متتابعة كله، المهم أن تصوم 3 أيام من الشهر. نعم، أمر واسع فيها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.